السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ياسمين وهذا يقول سبته السوق دبو اسعات هيس عافمات قعنت هذا وقاض شو الله جانا كان ما شاء الله ورمضان رمضان خير قبو مش أنا وح إرمات بالكو سعو سعود ير سمي جرك وصود عبو تمام مارك جر جمع سواج جانا كان سعود ها حاضر وح الله وحي أبودت عصو بني ساجر كاقة لغيسو لق لقاجي صاليق مركا دوكتت كو لق لقاجي حتى لغو حاقة سعود لير هداد آذي كرين رمضان بس سواي ميدو حاد ريمي ساحوك ميدو حاد ريمي سا دعيف سيب هو يو ينكو كالي تسيد عني قو كالي هو يان أحي المال لي هاي كوه هيسن الله سي كوه هستان الله وسائد يكون برباريو ما شاء الله أكو قصبان هجرك وحير شان دقيقة حتى يلا لقاجي ما شاء الله قرح كله الحنا أنا جيجر بيرام ورابين أي intaan waraabinay waxaan istahay biyo xoog ah igu daadaatay waa qaboobay markaa xaysir yasmiin ah xoogaa socsoco iska cibaadeeyso inta astaghfirullah alcadin dhahaysid aab arkaysa adoo tan ka daqiiq soo lugay ma sha Allah kulaylka aniga ma kala jecli kulayl Soomaaliyan ku aqeen dibka jirmeeshaana waxay tahay huur ajir huur humid humid huur waxa waa humid humid kul kulayl huurkaas ma jecli ma sha Allah marka waska soconaa maanta meeshaana bariyan dhanka fikraya geedkan maxaa ku abuurtaa afar geeskaas waxaan ku abuuray waqti kulaylka hore رئيس سورت قالي واي وقت هذا ويلي وانا هاد سمية انت واتنا ماشي وحان امت شهين هذا مالب كيد واكاس ماشان اسق هدافة هاي صاص وحكا لعن صوبين كالمال انت انا اي ابو دان صوبين عم وقت هاي هذا كان السيد وكال سكسو لغي وحيا هاد يجير كلا سيفر ليسيو رمضان واي قرح المجدد سان لذوي maxay ahayd wax ku xun yahay fatiig aad si dareemay daciif marka wax yar la socodsiinay waa important waa muhiim ma sha Allah taale ka noqdo hay weegan deganahay marka saa baabuurta iska qeylinay meeshaas waxa haram mudul inaan marka dhisin hadii Ilaahay yiraado exercise ay noqono iyadan jirjimicsi waa la fuula waa laga soo dagaa ya tree house ماسي سعنايا جزاك الله خير رمضان رمضان خير قبو ما شاء الله رمضان خير قبو وحي هلا لك هاقو رمضان يرو خير قبو هدي هذا المتقانا سعود بدن هذا جعلين ماركت وحي يرو الدبال إيه ماشي دباش اسكو أقول ظهر دبال تحوك هلا تماركت اسكو دبالو ماشي أنا سي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.